السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو رح نتطرق إلى موضوع الانفيرس زيتا ترانسفورم، واللي هو الموضوع الأخير بالنسبة لمادة التحليلات الهندسية. ببساطة، inverse zeta transform is the operation of converting a given x of z from z domain into x of n discrete time domain. هو عملية التحويل من الزت إلى التايم، يعني بالعكس، عكس عملية الزت ترانسفورم. For example، لو أخذنا معادلة، تعبير عام، معادلة بدلالة الزت متكونة من بسط ومقام بهذا التعبير، تعبير general. حتى هذه المعادلة أحولها إلى أو أطبق عليها الانفيرس زت ترانسفورم، لازم تتحقق الشروط التالية. الشرط الأول، the ratio of the polynomial must be in z minus 1. كلمة polynomial أقصد بها معادلة متكونة من أكثر من حد، سواء كان البسط أو المقام، هاي نسميها polynomial. لازم هاي البولينوميال تكون مكتوبة بدلالة أو بصيغة z minus 1 ومضاعفاتها، z minus 1 minus 2 إلى آخره. هاي أول شيء لازم أتأكد من عنده. الشيء الثاني، try to rewrite x of z as a geometric series، أو بين قوسين sum of the first order. لازم نعيد صياغة هاي المعادلة أو أي معادلة معطات، لازم نعيد صياغة كتابتها بصيغة geometric series. والgeometric series طرقنا لها في بداية موضوع z transform. الجيومتريك سيريز تكون صيغتها بهذا الشكل، حد وأسوي عليه مجموعة سميشن أو عملية سميشن. هذا التعبير الحقيقة ما مطلوب من عندكم، وراح نوضحها بالإكزامبلز. لكن قلنا أول شرطين أو أول خطوتين لازم أسويها حتى أسوي الإنفيرس، هي أتأكد من الريشيو وبنفس الوقت أحول المعادلة إلى جيومتريك سيريز. Also to find the inverse Z transform we must consider the ROC, region of convergence، اللي ذكرناها سابقا. إضافة إلى الخطوتين السابقة أو النقطتين السابقة، لازم أنتبه إلى الـ ROC أو طريقة وصف الـ ROC، الـ region of convergence بالنسبة للمعادلة. فإذا في بكل سؤال يكون المطلب بصيغة find the inverse z transform، لازم يكون من ضمن المعطيات الـ ROC. شنو استفاد من الـ ROC؟ استفاد من عدها التالي: if the ROC region of convergence كانت بهذه الصيغة، مطلق الـ Z أكبر من AI، وبالتالي we have a causal system. بالفيديو السابق قلنا إذا الـ ROC أكبر من قيمة معينة إلى الخارج، فراح يكون السيستم عندي causal. فإذا تأكدت من هاي الحالة أو كانت هاي الحالة معطاتي بالسؤال، لازم أتوقع بالتايم دومين عندي causal system. فالتحويل راح يكون بهذا الشكل: حولنا المعادلة إلى geometric series A over 1، العفو B over 1 minus A Z minus 1. بالمناسبة A وال B هي عبارة عن constant، أرقام ثوابت. فأول شيء حولنا المعادلة إلى geometric series وتأكدنا من خلال الـ ROC إنه system causal، فالتحويل راح يكون بهذا الشكل: الـ BI constant ينزل أول شيء بالمعادلة، المعامل اللي موجود يم الـ Z minus 1 ينكتب بهذه الطريقة A I مرفوع لقوة N U of N. هاي الحالة أطبقها إذا كان عندي causal system أو إذا كانت الـ ROC Z أكبر من قيمة معينة، فرضا هنا أنا AI. هاي العملية اللي على أساسها نقرر أنه system causal أسميها right-sided inverse. right-sided inverse هاي أول شيء. الحالة الثانية اللي هي بالعكس، هاي الحالة كانت أكبر، الحالة الثانية أصغر. إذا كانت الـ ROC مطلق الزت أصغر من AI، يعني تكون الـ ROC إلى الداخل من الدائرة، هاي سميناها سابقا non-causal system. فإذا كان السيستم non-causal أو إذا كانت الـ ROC أصغر من قيمة معينة، فالتحويل يكون بهذا الشكل. عندي هذا هو الترم من الجيومتريك سيريز، التحويل يكون بهذا الشكل: BI ينزل نفس الحالة AI مرفوعة لقوة minus N، لكن هالمرة مضروبة في U of minus N minus 1، وكل هاي المعادلة تنسبق ب minus. إعادة: BI ينزل بالبداية AI مرفوعة لقوة N U of minus N minus 1. هاي شو وقت إذا كان عندي non-causal system أو الـ ROC إلى الداخل من الدائرة. هاي العملية أسميها left-sided inverse، عكس العملية الأولى اللي هي right-sided inverse. هاي أقدر أتحقق من عندها وأقدر أشيكها باستخدام الـ ROC، فلازم تكون الـ ROC من ضمن معطيات السؤال. For example،
لو كان عندي هاي المعادلة x or x of z بهذا التعبير. احنا قلنا اول شرط لازم تكون المعادلة البولينوميال مكتوبة بصيغة z minus 1 ومضاعفاتها. هنا نشوف ما عندي اي اس سالب، فاول خطوة قبل لا احسب z transform لازم احولها الى او بدلالة z minus 1. بالنسبة للبسط حتى احقق هذا الشيء اسحب او اطلع عامل مشترك هو z مرفوع لأكبر قوة موجودة بالبسط. هنا البسط هنا عندي زد تربيع زد، وهنا كأنما عندي زد مرفوع لقوة 0، فأكبر أس هنا موجود هو زد مرفوع لقوة 2، فأسحب زد مرفوع لقوة 2 عامل مشترك. الحد الأول يبقى 2، الحد الثاني 2 زد ماينس 1، والحد الأخير 10 زد ماينس 2، فكأنما تحول البسط إلى صيغة بدلالة الزد ماينس. نفس الحالة بالنسبة للمقام، المفروض أسحب أكبر أو عفوا أخذ عامل مشترك بمقدار أكبر أس. هنا عندي Z مرفوع لقوة 3، فأسحب Z مرفوع لقوة 3. إضافة إلى هاي يفضل أنه بالنسبة للمقام فقط أسحب المعامل اللي موجود مع أكبر أس. يعني إذا كان عندي هنا Z مرفوع لقوة 3 أي معامل موجود وياها أسحبه كعامل مشترك، بحيث أتأكد أو أضمن أنه الحد الأول دائما يكون هنا عندي 1. هسه بعدين بالفيديو القادم راح نستفاد من هاي الحالة ليش خلينا أول حد يكون 1. فهنا أنا عندي أكبر أس Z مرفوع لقوة 3 معاملها 1، أخذ هاي كلية عامل مشترك Z مرفوع لقوة 3 في 3، فالحد الأول يبقى عندي 1، من هنا أخذ عامل مشترك 3 Z مرفوع لقوة 3 يبقى عندي 2 Z minus 2 وهكذا 3 Z minus 3. فهسه أول شيء حولت المعادلة بصيغة Z minus 1 ومضاعفاتها. طبعا هذا الحد ممكن z سكوير اوفر z تكعيب يصير عندي z بالمقام، ارفعها للبسط تصير z ماينس 1 الكل في 1 على 3. هاي اقدر احولها الى التايم دومين ببساطه، لكن هذا القوس، هذا القوس كيف احوله الى كx اوف n؟ هسه هو x اوف z، كيف احوله الى x اوف n؟ اكو مجموعه طرق، راح نتطرق فقط الى طريقتين. الطريقه الاولى نسميها البارشال فراكشن اكسبانشن، أو اللي هي نفسها اللي أخذناها بموضوع اللابلاس اللي هي Partial Fraction Decomposition، هاي الطريقة الأولى. والطريقة الثانية اللي هي Long Division أو بالعربي القسمة الطويلة. بالحالتين راح أحول هذا التعبير اللي بين قوسين إلى Geometric Series، مجموعة حدود، وعلى أساسها راح أحسب الـ X of N أو Discrete Time Domain للمعادلة. فالخطوات اللازمة، أول شيء expand المعادلة اللي حصلناها expand to the geometric series، نحولها إلى geometric series. بعدها make a choice for each term based on the ROC. بعد ما حولنا إلى geometric series لازم نقرر كل term من هاي السيريز أو كل حد من هاي السيريز شو راح يكون تعبيره بالتايم دومين بالاعتماد على ال ROC اللي هي على أساس النقطتين التالية: when the ROC of x of z، ال ROC للمعادلة اللي مطيناها بالسؤال has a radius greater than the pole of a given term, then we choose right-sided inverse. لما تكون الـ region of convergence للمعادلة اللي معطات بالسؤال نصف قطرها أكبر من الـ pole of a given term، هنا الـ pole أقصد به القيمة اللي تخلي المقام صفر بالترم معين. فرضاً الترم الأول شنو القيمة اللي تخلي المقام صفر؟ هاي أسميها الـ pole. فلما تكون قيمة الـ ROC أكبر من هذا البول راح أسميها أو راح أطبق الـ right-sided inverse، والعكس صحيح. When the ROC of x of z has a radius less than the pole of a given term, then we choose left-sided inverse. نطبق أو نختار left-sided inverse، وللتذكير الـ right والleft كانت بهذا الشكل، هاي هي right-sided inverse وهذه هي left-sided inverse. نجي هاي نوضحها بإكزامبلز بالنسبة للطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي Z transform inversion by partial fraction decomposition أو BEF، العفو partial fraction expansion BFE أو partial fraction decomposition، نفس التعبير، تعبير مختلف في نفس الطريقة. الطريقة بهذا الشكل راح نأخذها مباشرة بصيغة example. Find inverse z transform of x of z، ومنطيني ال x of z بصيغة polynomial بسط ومقام بهذا التعبير، وأيضا منطيني ال ROC
بهذا التعبير زي أكبر من أصغر من 2 وأكبر من 1. فالمطلوب أنه نحسب الانفيرس باستخدام البارشال فراكشن اكسبانشن. البارشال فراكشن مثل ما أخذناها باللابلاس ترانسفورم هي نقسم المعادلة حسب الحدود مال المقام إلى حسب الاكزامبل هذا إلى A و B و C، المقام الأول المقام الثاني والمقام الثالث بهذا الشكل أو بهذا التوزيع. الخطوة اللي بعدها لازم أحسب قيم للمتغيرات A و B و C. يلا بعدها أحسب الانفيرس زيت ترانسفورم. فهس أول خطوة راح نحسب قيم A B C. مثل ما تعلمنا سابقا بالبارشال فرانكشن حتى نحسب الـ A نلغي المقام مالت الـ A ونعوض بباقي المعادلة قيمة الزيت اللي تخلي مقام الـ A زيرو. نلغي مقام الـ A أول شيء ونعوض بباقي المعادلة قيمة الزيت اللي تخلي المقام زيرو. فنجي نطبق هذه الحالة. أول شيء نحسب للـ A مقام الـ A هو هذا التعبير هذا القوس. حتى نلغيه شو نلغي هذا القوس؟ نضرب كل المعادلة بهذا التعبير، فكأنما راح أختصر هذا الحد مع هذا الحد، يبقى عندي باقي المعادلة. والخطوة الثانية نعوض بالزيت ماينس واحد القيمة اللي تخلي هذا المقام أو هذا الحد زيرو. هسه هنا إذا عوضنا بالزيت ماينس واحد قيمة اثنين، فاثنين في نصف واحد، واحد ناقص واحد زيرو، فراح أختار قيمة الزيت ماينس وان اثنين. اختصرنا هذا الحد مع هذا الحد ونعوض بالباقي زت ماينس 1 2. فبعد التعويض بكل الحدود راح احصل قيمه الاي 1. اطبق نفس الحاله بالنسبه للبي والسي. هسه هذا الحد الاوسط هو مقام المتغير بي، فاضرب المعادله بنفس المقام حتى اختصر هذا مع هذا، وبعدها اعوض قيمه زت ماينس 1 اللي تخلي هذا الحد صفر. هنا القيمه راح تكون نصف، نصف في 2 واحد ناقص واحد زيرو، فاختار زي ماينس وان نصف. لاحظ هنا مو زي، زي ماينس وان. فبعد ما اعوض هذا التعويض واختصر هاي الاختصارات راح احصل قيمة البي راح تكون اثنين. نفس الحالة بالنسبة للسي، هذا هو مقام المتغير سي، فنضرب في نفس المقام ونعوض هنا قيمة الزي ماينس واحد نعوض قيمتها واحد، فراح بعد التعويض نحصل قيمة السي ماينس اثنين. وبعد ما حسبنا A و B و C نعوض كل واحد في مكانه. هناك عندي A قيمته واحد، B قيمته اثنين، وال C قيمته ماينس اثنين. هاي هي اللي سميناها الجيومتريك سيريز أو السام of the first order. فأقدر أحسب بكل ببساطة أحول هذا التعبير أو كل حد من هذا التعبير إلى التايم دومين. بس قبل لا أحول كل حد من هذا التعبير لازم أرجع أختبر أو أشيك الـ ROC اللي راح نختبرها هسه. لو قسمنا المعادلة اللي حصلناها إلى الترم الأول رقم واحد، الترم الثاني والترم الثالث بهذا الشكل، ونثبت الـ ROC Z أصغر من 2 وأكبر من 1. هسه بالنسبة للحد الأول البول اللي هو القيمة اللي تخلي المقام صفر، لو عوضنا هنا مكان الـ Z فقط، لو عوضنا مكانها نصف 1 على 2 inverse أو مرفوع القوة ماينس واحد راح تصير اثنين، اثنين في واحد في نصف راح تكون واحد، ماينس واحد صفر. فالبول اللي يخلي هذا المقام صفر هو قيمته نصف واحد على اثنين. فنقول الترم الأول موجود آت زد تساوي نصف. نقارن هذا النصف أو هذا الرقم اللي حصلناه مع الـ ROC. نشوف إنه النصف هذا ما موجود ضمن هاي الـ ROC. الـ ROC تبدأ من الواحد وتنتهي بالاثنين، في حين أنا حصلت رقم هنا نصف. بمعنى آخر الـ ROC هنا قطرها، عفوا نصف قطرها أكبر greater than the pole of the first term. الـ ROC أكبر من البول للترم الأول. وهذا الكلام لو نرجع نشيكه مع الحالة السابقة اللي ذكرناها بالبداية هذه، إذا كان عندي الـ ROC أكبر من الـ First Term راح يكون عندي Causal System فأطبق هذه المعادلة، والعكس صحيح. فنرجع للإكزامبل، فهسه الـ ROC أكبر من الـ Pole، معناها عندي Right Sided Inverse لهذا الحد. إذا كان عندي Right Sided Inverse هذا النصف سابقا كان هو المتغير A Small، واللي عوضناه بعدين بالمعادلة
اي مرفوع لقوة ان. هسه الاي هو ايش قد؟ نصف. فهنا اخلي نصف مرفوع لقوة ان يو اوف ان. هذا الكلام منين جبته؟ بالمقارنة مع الحالة العامة او الحالة الستاندر للانفيرس بعد ما قلت انه عندي رايت سايدد انفيرس. رايت سايدد انفيرس واللي هي رياضيا هذا التعبير اي اي مرفوع لقوة ان يو اوف ان. بالاكزامبل هسه الاي اي كان قيمته نصف والبي هنا أنا عندي البسط هسه قيمته واحد فانزل هنا أنا واحد فما ياثر على المعادله فاحصل التالي كانما هنا عندي هذا الواحد موجود هنا الاي اي نصف مرفوع لقوة ان يو اوف ان. هاي بالنسبه للحد الاول الترم الاول. بالنسبه للترم الثاني اللي هو بهذا الشكل هنا نجي نحسب البول القيمة اللي تخلي هذا المقام صفر. هنا إذا أخلي مكان الزد 2 2 مرفوع لقوة ماينس 1 يصير بالمقام فصير 2 على 2 1 ناقص 1 صفر. فالبول هنا موجود على قيمة 2. راح أقارن هذا البول مع الـ ROC. زد تساوي 2 لكن الـ ROC هنا زد أصغر من 2 يعني مو الاثنين لا اصغر من الاثنين 1.9 فرضا واقل. معناها شنو هنا؟ ال ROC بهاي الحاله راح تكون less than the pole. ال ROC راح تكون اقل من البول وهي الحاله الثانيه اللي ذكرناها سابقا. فبالتالي عندي left sided inverse. left sided inverse فاذا كان عندي left sided inverse راح يكون التعبير بهذا الشكل اي اي مرفوع لقوه ان مضروب في u of minus n minus 1. هاي الحالة إذا كان عندي left sided inverse. هاي الاثنين شنو؟ اللي هي البي اي هنا المقام العفو البسط صدف انه هو 2 فانزل 2 في هذا المكان بي اي. الحد الثالث او الترم الثالث البول هنا راح يكون 1. إذا خلي هنا 1 تنزل المقام تبقى 1 1 ناقص 1 0. فالبول موجود في مكان Z تساوي 1. لو أجي أقارن هاي Z تساوي 1 مع الـ ROC راح أشوف أن الـ ROC تبدأ من الواحد العفو أكبر من الواحد في حين هنا Z هو على الواحد. معناه هذا البول هو موجود في مكان أقل من الـ ROC أو بتعبير آخر الـ ROC هي أكبر من قيمة البول اللي هي الحالة الأولى اللي هي Right Sided Inverse. فأقول عندي Right Sided Inverse لهاي المعادلة فبالتالي راح تكون المعادلة بهذا الشكل. هنا أنا معامل الزت الأي في هذا المكان قيمته واحد فأنزل واحد مرفوع لقوة N مضروب بالمعادلة U of N. هاي مين أجتي؟ هاي هي البي آي اللي هي ماينس 2 ماينس 2 تنزل في هذا المكان. فلازم بعد ما أجزئها إلى حدود باستخدام البارشال فرانكشن لازم أشيك البول لكل حد مع الار او سي وبالاعتماد على هاي المقارنة راح اقدر اعرف هل انا عندي رايت سايدد انفيرس او ليفت سايدد انفيرس. وعلى هذا الاساس اعيد كتابه المعادله بالتايم سواء كانت مضروبه في يو اوف ان او في يو اوف ماينس ان ماينس 1. فبالتالي كانت المعادله بهذا الشكل بالذات معطى معها الريجن اوف كونفرجنس. بعد ما طبقنا البارشال فراكشن ديكومبوزيشن او الاكسبانشن حولناها إلى 3 terms وبالمقارنة مع الـ ROC وجدنا أنه الترم الأول بهذا الشكل الترم الثاني والترم الثالث. نلاحظ هذا التعبير هو بصيغة Time Domain الآن معناها الانفيرس لهذه المعادلة هو بهذا الشكل. هذه الطريقة نسميها Partial Fraction Decomposition أو Partial Fraction Expansion.